اكم مساء الخير عليكم والسيزون الجديد من ضد الرجاله هكون معاكم السيزون كامل دينا ابو العيلة وهنتكلم مع بعض عن مشاكل كتير جدا وبس انا في البدايه كنت حابه اوضح شويه حاجات تخص البرنامج ومنها اسم البرنامج اللي هو ضد الرجاله لان لما نزلنا البرومو جات انتقادات كتير قوي طبعا كانت من الرجاله ده شيء اساسي ان ليه واحنا مظلومين واحنا ليه كله بيهاجمنا وانت هتبقي زي فلانة وفلانة وفلانة آه في البدايه انا حابه اوضح ان انا مش ضد الرجاله لان الراجل اللي بجد ما فيش حد بيكون ضده احنا ضد اشباه الرجال وخلينا متفقين رجاله وستات ان في دلوقتي شريحه كبيره قوي موجوده على الساحه من اللي بيسمى راجل بيهين الست وبيذلها وبيرميها في الشارع هي وولادها ومبيصرفش بيصرفش على ولاده وغير الضرب غير الشتيمه غير حاجات كتير قوي غير طبعا محكمه الاسره نقدر نروح نجيب منها مشاكل لا تعد ولا تحصى فاحنا في برنامجنا هنا مش ضد الراجل اللي بجد احنا ضد الراجل اللي واخد المسمى بس ذكوري في البطاقه لكن هو في الحقيقه مش راجل <applause> آه طبعا انا لما نزلت البرومو استقبلت رسائل كتير ومشاكل كتير من ناس كتير وطبعا لان برنامجي ضد الرجاله فاغلب اللي بيبعتولي ستات بس المفاجاه هنا ان اللي كان بعتلي اول رساله كانت راجل وهو عمل كومنت كده على البرومو وقال طب انت ليه ما تبقيش ضد الشخصيات السامه ليه بتهاجم الراجل بس مع ان في رجاله سامه وفي ستات سامه فلقيته بعتلي رساله بيقولي انا هحكي لك قصتي وانت تحكمي عشان بس تعرفي ان مش كل الرجاله هم اللي ظالمين كمان في ستات ظالمين انا اتفق معاه طبعا في الجمله دي لان ما فيش في المطلق ان كل الرجاله وحشين ولا كل الستات وحشين هنقرا المشكله بتاعته في البدايه لان انا لما قريت المشكله دي هزتني من جوه قوي هو بدا سرد المشكله بطريقه يعني عجبتني جدا ولما ركزت في المشكله عرفت ليه هو سردها كده لان في الاخر بيشتغل مونتير في الميديا كان بداية الكتابة بتاعته أو الفويس بتاعه لأنه هو بعد فويس لكن طبعا إحنا احترام الخصوصية في برنامجنا مش هينفع أن إحنا نعرض الفويس قال 2007 قناة المحور كنت شغال هناك مونتير الشفت تأجل فأصبحت أجازة وبالصدفة رحت فرح مع عمتي شفت بنوتة زي القمر من أول نظرة يا عيني جت في عينيها احنا الاتنين بصينا لبعض وتنحنا كان الاكسبريشن بتاعه أو الإحساس بتاعه هو بيقولها أنا لمسني بصراحة يعني أحيي على ده قال لي وقتها كنت خارج من تجربة سيئة جدا تجربة حب طبعا لأنه وقتها كان عنده 23 سنة واخد قراري أن أخد نفسي شوية فقلت لسه بدري اشتريت عربية 128 كان ساعتها اللي بيشتريها ده ايه يعني باشا وقلت ادلعها شوية ولسه بدري على موضوع ان انا اشتري شقة واجهزها كنت شغال مونتير وانا في سن صغير جدا 18 سنة فعلا رحت لقيت الب... فعلا قال لي فعلا روحت لقيت البنت صورتها ما بتفارقنيش والنظرات بتاعتها وعيني لما جت في عينيها الموضوع بالنسبه لي بقى غريب وخلاص ايه اللي هو انا في حاله غريبه مش فاهمه فسالت عمتي عنها مين دي قالت لي اسمها فلانة فلانيه واهلها كذا وكذا وكذا رحت اتكلمت مع والدي ووالدتي في الموضوع انا شوفت بنت كذا كذا وبصراحه جددت جوايا فكره الارتباط والدي في الاول كان معترض طبعا لاني كنت لسه خارج من تجربه كانت هتبقى جواز وفشلت ووالدتي طبعا قلب الام قالت لي طب خلاص ايه المشكله لو البنت تمام ولو انت مستعد ان انت تفتح بيت وان انت تجهز شقه انت في الاخر اللي هتصرف على نفسك وانت اللي هتعمل ده فما فيش مشكله لو انت حاسس ان انت قادر فانا معاك انت اضرب نفسك كنت وقتها في بكالوريوس تجاره والدتي كلمت عمتي وتمام اخدنا معي شفنا بعض والاسرتين اتعرفوا على بعض واتكلمنا مع بعض بعدها جه الرد بالموافقه جواز تقدري تقولي عليه صالونات لكنه يسبقه حب من اول نظر بالفعل اه اتخطبنا وعشت اجمل فتره خطوبه وحبيتها جدا وازعم انها حبتني جدا كانت الخطوبه يوم عيد ميلادي كنت واخد سنتين مهله عشان نتجوز بعد سنه وشهرين كنت خدت الشقه وفرشتها احسن فرش وحتى الجزء اللي كان المفروض عليهم في الجهاز انا قلت لهم اللي تقدروا تجيبوه جيبوه واللي مش تقدروا تجيبوه انا هجيبه وفعلا في المرحله دي كان وشها حلو عليا قوي انتقلت من المحور رحت اون تي في ومرتب اكبر كان رزقها واسع الحب كان كبير قوي جوايا انا تقريبا ما كنتش شايف غيرها كانت حياتي وروحي في الانسانه دي المهم اتجوزنا وربنا كرمني بابني الكبير اللي هو حاليا عنده 15 سنه ما كانش عندي الا شغلي وهي وربنا كرمني وغيرت العربيه واشتغلت كمان في التلفزيون وخرجات وفسح ولبس ودلع وكنت فرحان بيها قوي ما كنتش شايف حد غيرها طلبت انها تخلف تاني بعد الولد اللي جبناه آه جبنا بنوته ودلوقتي حاليا عندها 12 سنه فضلت الامور ماشيه تمام لحد 2014 وهما كانوا متجوزين من 2008 أه الحياه ماشيه بنفس الوتيره ما فيش مشاكل اقدر اقول ان هي مشاكل جوهريه في حياتنا كلها مشاكل طبيعيه اللي بتكون موجوده في اي بيت أه بس هي كان عندها مشكله كبيره قوي ان ابسط مشكله تافهه بتحصل بينا ترفع سماعه التليفون على اهلها وتقعد تحكي بقى ايه ملذ وطوب ودي طبعا مشكله بتخرب اي بيت يعني تعقيبي عليها ف2014 اتفاجئت انها عايزه تتطلق وبدون مقدمات وما كانش فيه اي مشكله جذريه في حياتنا حاولت افهم منها حاولت ان انا أتناقش معاها طب ايه السبب ما كنتش فاهم جاتلي صدمه قالتلي انا زهقت كنت في حاله ذهول وقلبي وجعني جدا آه كنت بموت حرفيا يا دينا هو بيقول كده في الفويس انا الجمله دي وجعتني أوي يا جماعه بجد آه طلبت وقالت لي انا مش هربي العيال انت هتاخد العيال خد عيالك كتبت فعلا تنازل عند المأزون واحنا بنتطلق عن العيال وقالت انا مش عايزه اي حاجه منك وسابت العفش وسابت كل حاجه تخصها ورمت الولاد ومشيت انا اخدت الاولاد وقفلت الشقه زي ما هي بعفشها بحاجتها بحالتها وخدت ولادي ورحت عند امي آه بعدها عشت فتره من الالم النفسي بجد اتدمرت بمعنى الكلمه لدرجه ان انا سبت شغلي وادمنت وبقيت شخص تاني انا معرفوش قوتي ما كانتش كافيه زياده في الفتره دي او في الوقت ده ان انا اتحمل بعدها عني او ان انا اتحمل ان هي ما تكونش موجوده في حياتي حبيتها جدا كنت ببكي ليل ونهار طبعا ان راجل يبكي على الست دي كلنا عارفين ان هي كبيره قوي قعدت حوالي ست شهور في الدوامه دي المهم بدات افوق و... و... وحمدت ربنا على اللي انا مريت بيه في الست شهور دول كان اهلي بيحاولوا يتدخلوا ويحاولوا يقووني وكده تمام المهم دخلت بنت تانية بعد الست شهور دول فكرت ان انا ابدا حياتي عشان ولادي تاني الاولى عرفت اللي هي مراته اللي احنا يعني اللي هي صاحبه المشكله رجعت اتكلمت وقالت انا ندمانه وانا غلطانه وانا ما حاسه بنفسي ولا في وعي انا مش عارفه عملت كده ازاي وانا عايزه ارجع واربي عيالي وانا بحبك والكلام ده كله أه لحد ما صعبت عليا انا شخصيا وصعبت على اهلي رغم ان اهلي كانوا واخدين قرار وكانوا ضد ان انا ارجع لها لاي سبب من الاسباب بسبب تنازلها عن حضانه الاولاد ضعفت لاني كنت لسه بحبها وسبت البنت اللي كنت ارتبط بيها ذنبها في رقبتي لاني كسرتها ورجعت لها ورجعنا وبعد ست شهور تاني عملت نفس الموقف بس بصوره ابشع اخدت ولادها من ايديهم بشنطه هدومهم وراحت رمتهم قدام بيت جدهم وجدتهم اللي هو اللي هم اهل جوزها وركبت التاكسي ومشيت وما تعرفش اي حاجه عن اي حد قفلت كل تواصل ال الكلام معاها ومع اهلها و واي طريقه ممكن يحاول يوصل لها او يتفاهموا معاها اهل جوزها بيها او اي طريقه قفلت كل النقاش فجاه رفعت خلع غيابي فجاه عملت محضر وهمي ان هو ضربها وان هو هانها وان هو آه يعني بقى المحاضر اللي كلنا عارفينها هو بيقول بيقول لي آه انا بالفعل رفضت اوكل محامي ولا كنت بروح الجلسات ورفضت اخد اي موقف دفاع عن نفسي لان كنت في صدمه حرفيا ان انا رجعت وصلت فيها تاني او كان جوايا حب ليها خلاني رجعت بعد اللي هي عملته حتى ما كنتش بهتم بيحصل ايه في الجلسات المهم فضلت تتاجل 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 لحد ما القاضي رفع لها خلع غياب ولان انا نسيت اقولك ان والدي مأزون والدي ساعتها قال لي خليها تشيل ذنبها لان انا معرفش طبعا المعلومه دي صح ولا لا انا بقول اللي هو بيقوله ان قرر الخلع الغيري هو حكم باطل لان لازم يكون الزوج متواجد ويطلق الزوجه وجها لوجه انا عشت حياتي وحاولت اتجاوز الصدمه ربنا كرمني واتجوزت ببنوته بنت حلال جدا كانت حنينه على ولادي وجبت منها بنتين غير ولادي الكبار اللي هما الولد والبنت اللي من الزوج الاولانيه المعلومه الصادمه انها سابت الولاد في 2014 واحنا حاليا في 2023 عمرها ما فكرت تشوف ولادها نهائي ولا تسأل عنهم ولا تبعت اي حد من اهلها يعرف اخبارهم ولا في اي تواصل بينها وبينهم ولا حتى الولاد شافوها الولد كان ساعتها كيجي وان والبنت كان عندها سنتين دلوقتي الولد بقى شاب والبنت قربت تكون انسة وبعد كل الفترة دي بعتت مرسال يقول انا عايزة اشوف ولادي انتهى الجحود قلت كان ردي ساعتها للمرسال ده انا لست طرف في الموضوع آه انا ما اقدرش احرمها من ولادها رغم تنازلها عنهم كتابيا وعن حضانتهم لاني بعامل ربنا آه لاني اتصالحت مع نفسي وخلاص اتجوزت المرحله دي وهي كمان اتجوزت وخلفت بس ما زال الالم والوجع جوايا من اللي هي عملته زمان فيه وفي ولادها انا اديتها ارقام الولاد دايركت وخلتها تتعامل معاهم مباشره ولما حاولت تتواصل مع الولاد الولاد سمعوها كلام يوجع كلمة يوجع دي كانت قليلة على الكلام اللي اتقالها لو هي فعلا بتحس قالوا لها انتي مين انتي فين اصلا في حياتنا انتي مجرد اسم في شهادة ميلاد آه والكلام ده كان نابع من الولاد نفسهم بدون اي تدخل مني ولا من اهلي خالص آه الولد قال لها انا معرفش غير جدتي وعمتي اللي ربوني ودول اللي انا بحبهم انا معرفش عنك اي حاجة انت رميتينا واحنا ما نعرفش عنك حاجه حتى ما فكرتيش تسالي علينا في يوم من الايام وكانت ختامه رسالته بيقول لي لو يا ريت لو انت ضد الرجاله تبقي عارفه ان كمان في ستات جحده وظلمة وبيقول لي انا خرجت من العلاقه دي حاليا انا شخص اكبر وانضج وبقدر اقيم نفسي كويس بقيت احكم بعقلي اكتر من قلبي لان انا برج الحوت وبرج الحوت عاطفي جدا ورومانسي وبقيت اعرف كنت اعمل كنترول على قلبي ما جنبتوش لا طبعا لان ما ينفعش زي الشخص كده لما بتجيله حمى وبيفوق منها طبعا يا جماعه الرساله دي كانت صعبه جدا يعني اول حاجه كلنا عارفين ان الجنه تحت اقدام الامهات والاسباب كتير جدا عارفين طبعا ان في راجل لما راح للرسول وساله آه من احق الناس بصحابتي فقال امك قال ثم من قال ثم امك قال ثم من قال ثم امك قال ثم من قال ابوك تمام فهنا حتى الرسول وحتى القران هو عظم الام واحساس الامومه خلى الاب في الاخر فاحنا هنا يا جماعه قدام موقف ان الاب هو كان في الاول انا عايزه اوجه رساله للست دي لو هي هتشوفني او هتسمعني او هو هيعمل شير للحلقه انا ما اعرفش انتي بجد انتي ايه يا شيخ الجحود وقسوه القلب ومفيش وال... و... ضمير انت يعني انتي لما خلفتي ولادك دول حتى لو انتي كنت بنت عاديه ودلوعه وبتعملي اللي انتي عايزاه الست لما بتخلف بيتزرع جواها كميه حنان حتى بينعكس على جوزها وعلى حواليها احساس الامومه يا جماعه ده يعني اقيم احساس ممكن البنت تحسه في حياتها يا شيخه ده في ستات وبنات لغايه دلوقتي مش عارفين يجيبوا طفل وبيتعالجوا وبيعملوا حقن مجهري وبيدفعوا فلوس قد كده وفي اللي مش عارفين اصلا يتجوزوا عشان يجيبوا طفل حلم حياتها ان هي تتجوز عشان تجيب طفل مش عشان يبقى معاها راجل يعني بص الاحساس يعني انا ممكن اتنزل عن الراجل عادي جدا كل ست ممكن تتنزل عن الراجل في حياتها كنت تتنزلي عن ولادك ترميهم في الشارع بالطريقه المهينه دي يعني انت حتى ما فكرتيش ان انت انت بايعه فرضنا انا بص يعني هقول حسن النيه معاكى للاخر الراجل ده ظالم ومفتري وكان بيضربك وكان بيذلك في كل حاجه وحشه في الدنيا انت بقى كرهتيه خلاص هو اوت من حياتك ولادك بقى يعني حتى لو كرهتيه هو ما ينفعش الكره ده ينعكس لولادك لان دي مشاعر ودي مشاعر تانية انت عملتي ايه انا يلا اخدت الولاد دول كنت في علاقه جبت اطفال رحت رميتهم في الشارع يلا رحت اتجوزت واحد تاني جبت منه بن... ولد وبنت ولا ولدين ولا يعني وريفر اللي جبتيه منه مش ده موضوعنا وكونتي اسره تانيه وعشتي مع اطفال تانيين جداد واب جديد والدنيا تمام وجميله طب اللي فاتوا هما دول مش ولادك هما دول انتي مش شلتيهم في بطنك تسع شهور ولا انتي لقيتيهم في الشارع على باب جامع وخدتيهم ربيتيهم كميه الجحود والقسوه دي جاتلك منين؟ طب انا بس عندي سؤال لو انتي سامعاني يعني او لو اي ستة هتسمعني وينفع تجاوبني عليه انتي تنصلتي من احساس الامومه في الاول ازاي كملتي فيه للاخر وبقى عندك ولاد تانيين وبعدين من 2014 ل 2023 يعني تقريبا تسع سنين او عشر سنين تعرفيش حاجه عن ولادك حتى ما بتراقبيهمش من بعيد آه تشوفي طبعا في وسائل كتيره ظهرت للتواصل الاجتماعي في فيسبوك في انستجرام في حاجات كتير لو انت مش عارفه توصلي الارقام وما تعرفي تجيبيهم حتى من اسم بابا طب انت قطعتي كل صله بقى ابوهم عمتهم جدتهم جدهم كل حاجه يعني انا مش عارفه اقولك ايه وطبعا ده مثال الست الجحده الظالمه اللي ما عندهاش اصلا ضمير سوري ولا اخلاق لان انت لو كان عندك اخلاق وتربيتي كويس كنتش عملتي اللي عملتيه ده انت هزيتي كل مفاهيم آآ آآ الامومه حتى المفاهيم الربانيه هزيتيها عند ولادك يعني ولادك بي. دلوقتي انا بقول عقوق الوالدين المفروض ان الاولاد ما ما, ما يعني مش عارفه اقول لك ايه يعني حتى ولادك لما يعقوكي انت حلال فيكي بس هما احساسهم هم تربوا ان عقوق الوالدين ما ينفعش لكن هما اتربوا اصلا لام رميهم في الشارع كنت فين لما إبني كان بيتعب بالليل مين كان بيسهر جنبه ما كنتش بتفكري إيه في ده لو تحصلوا مشكله في مدرسته ويقولوا له هات والدتك او ليه امره كان يشوف امهات صحابه وهو في النادي بنتك البنت اقرب واحده ليها امها تخيلي بقى كل المراحل اللي كبرت فيها وقربت تكون انسه وفي حاجات ما ينفعش غير تحكيها لك انت وتقول لك انتي عليها وتاخدي بالك منها في المرحله دي وهي مع اب مع راجل يعني احنا نقول شابوه لمراة باباها ونقول شابوه لعمتها وجدتها اللي ربوه كويس آه الشخص ده دلوقتي هو طبعا احنا مع احترام البرنامج ما بنقولش اسم الشخص ده دلوقتي ناجح جدا ومعروف وبيشتغل بيشتغل بره مصر في بوزيشن كويس قوي وعيالها وعيال للاسف هما بقوا شباب يفرحوا واخلاقهم كويسه جدا انت اللي خسرتي ومحدش خسر انا هنا يا جماعه طالعه اقول انا مش ضد اي راجل يكون راجل بجد انت انا عايزه اقول ان انت مثال للراجل اللي بجد انت شلت مسؤوليه كبيره قوي غير يعني انت تخطيت وجع نفسي والم انت مريت بيه انت اتاذيت حرفيا في كل حاجه انت وصلت لمرحله الادمان أي نعم انت اتخلصت منها بس انت تأذيت في الست دي أنت أكرمتها بس هي ما أكرمتش بيتها ولا ولادها مش هقول أكرمتك أنت لأن طبيعة الست ممكن توصل لمرحلة كره مع الراجل لكن هي تبيع قيمها ومبادئها وأمتها وأولادها حتى أحاسيسها اللي ربنا زرعها فيها فده صعب أنا مش عارفة ومش مستوعبة إزاي كملت وبقى عندها أطفال تاني آه بس أنا حابة أقولك بجد شبو انا مش ضدكم مش ضد الراجل اللي بجد واي راجل عنده مشكله هيبعت انا اتبعتت لي مشاكل كتير جدا بس انا حبيت ابدا اول حلقه بمشكله الشخص ده انه فعلا يستحق التقدير وحتى لو كان اذى الست دي فاللي هو وصل لي دلوقتي انا بالنسبه لي رساله ان هو ما اذهاش لان اللي بيأذي واحده بيأذي الثانيه بيأذي الثالثه لانه هو شخص مؤذي في الاساس والحب اللي هو حبهولك وكان بيوصفه باحساس رائع استحالة يكون اذاكي الاذية دي يعني حتى لو لو اذاكي اذية عادية يعني ما ولادك ملهمش علاقة يا جماعة كل ام انتي دليل ولادك تمسكي بولادك احنا بنربي دلوقتي اجيال بقى فيها مشاكل كتير جدا بسبب التشتت اللي بيحصل بين الاب وبين الام انا مش ضد فكرة الطلاق ومش ضد ان انتي ما تكمليش حياتك مع شخص انتي مش قادرة تعيشي معاه بس في اسس في جدور احنا تعودنا عليها الامومه والتربية والرعاية ممكن الأب والأم يبقوا بعيد عن بعض وبيحترموا بعض وبيقابلوا بعض في الويك إند بولادهم بيشوفوا مشاكل ولادهم والأب بيصرف على ولاده عادي جدا وبيبقوا أصدقاء والعلاقة بتبقى كويسة الأطفال بيطلعوا أسوياء حتى لو قررتوا إن أنتوا تنفصلوا لو في بينكم ولاد احترموهم احترموا مشاعرهم احترموا أخلاقهم اللي المفروض يطلعوا عليها ما تأثروش في تربيتهم لا الأب يأثر من ناحيته ولا الأم تأثر من ناحيتها وأنا معترفة جدا ان الام هي عليها العبء الكبير في البيت وخصوصا تربية الاولاد مش الاب لان الاب متعارف عليه كلنا تربينا وكلنا كبرنا ان الاب بيبقى مشغول ان هو يجيب فلوس عشان يحقق حياة كريمة ده ما بيعفيهوش من المسؤولية الداخلية في العيلة لان طبعا لو في شباب محتاجين له بس العبء الاكبر بيكون على الام في التربية مش على, مش, مش... على الاب خالص مش على الراجل الراجل ليه رسالة والست ليها رسالة والاتنين بيكملوا بعض ودي كانت نهاية حلقتنا النهاردة وهستنى أسئلتكم واستفساراتكم ومشاكلكم وطبعا ياريت تقولوا رأيكم في الكومنتات تحت الحلقة وأي حد عنده أي استفسار في أي حاجة يبعت لي على الخاص مفيش أي مشكلة خالص وأي حد عنده مشكلة إحنا هنا بنتميز بالسرية الكاملة لا بنقول أسامي ولا بنلمح حتى لشخصيات أصحاب المشاكل استنوني في الحلقة الجاية من ضد الرجال